مبروك، فوز غالي ومستحق. الحمد لله. طبعا النهارده يعني الاهلي كافئ نفسه، بمعنى ان اللعيبه حتى في شكل التدوير اللي بيعمله المدير الفني ودخول لاعبين خارج الشكل العمومي يعني، واصراره على انه لاعب خالد عبد الفتاح ولاعب طاهر محمد طاهر كان ليه ثمار النهارده من احراز اهداف، من اسيستات، اسيستنج طاهر عمل اسيستنج كويس قوي وجاب جول، ضيع كمان بينالتي. في روح، في روح كانت عند اللعيبه اللي هي موجوده في كبدلاء يعني. انا ما بحبش اقولها يعني، بس هم مش بدلاء الحقيقه يعني. لما تيجي تبص على ديانج ونازل وقفشه وبقيه الفرقه نازله ناقصهم امام عاشور، وانه بقى ايه لعبنا في فرقه كمان مستوى اول اساسيه في كل الظروف. الحكايه بتاعت التدوير اللي هو بيعملها المدير الفني الحقيقه الحمد لله عدت النهارده كويس. لعيبه سهلت الدنيا خالص وابتدت تباص باص 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 باص، ارهقوا نفسيه الفرقه اللي قدامهم، فتحس ان ضلائع الجيش. ايه يا ايمن وانت تتفرج، هي الفرقه دي فيها ايه؟ انا هو الفرقه دي معقوله جايب 34 بونت؟ هو الاهلي النهارده ها اللي عمل كل الاسئله دي؟ ايه وضع، سيبك من النتيجه بتاعت 4-1 بتاعت زيت بتاعت طلائع الجيش، انما النهارده الاهلي لو هيلعب بالاسلوب ده يا ايمن مع اي حد بقى، انا بكلمك كلام في الكوره من رؤيه اللي احنا شفناه النهارده، الدنيا هتبقى سهله جدا. الشكل اللي نزل بيه محمد مجدي قفشه كمان ها، وابتدى يتعامل ويتناول التصرفات مع الكوره، مع اللعيبه اللي حواليك، التحركات البسيطه اللي بتسمح لكل واحد معاه الكوره ان انا يبقى في اتنين تلاته محتاجين الكوره، طالبين الكوره، عايزين الكوره، يبقى في نفسيه ناس عايزه تلعب، مش واحد انت لما بتبقى الدنيا مقفله معاك وفيتك الفيتنس ضعيف انت مش نفسيا مش متظبط ما بتطلبش الكوره. لا النهارده خلينا ناخد طاهر محمد طاهر عينه يعني. بينزل نص الملعب، بيلعب على الاطراف، بيشوط، ها كل ده احنا ما شفناهوش بقالنا سنين، مش سنه. ده عوده لاعب في ماتشين او في خلال 90 دقيقه و90 دقيقه، والماتش فات اتغير كمان. الحكايه بتبقى من جوه تفكير وتركيز كل لاعب في الفرقه. فانا بتكلم معلش بدي سامبل، بدي عينه من الفرقه كلها. او خالد عبد الفتاح النهارده شوف شكله عامل ازاي، لما بتعوزه هتلاقي سرعه واقتحام وانت عايز ايه في حكايه الباك رايت دي؟ انك انت تعزل اي جناح جاي لك او اي باك بيتقدم عليك بقوتك وبمكانتك وبرؤيتك. وعمل النهارده في كروس اتعمل عندنا، غطى ناحيه الليبرو وطلعه يمكن قبل نهايه المباراه، كره عالميه بيطلعها. صح، شال كره جول 100%. فاحنا هنا موجودين عشان نحلل الاشياء اللي هي بتساعد لعيبتنا الحمد لله على الوقوف على رجليها، وبنديها معنويات اللي هي تكمل بيه الظرف الطارئ اللي احنا بنشتغل فيه اليومين دول. فمبروك النهارده، ولو في اي حاجه ثانيه هنتكلم فيها طبعا مع الكباتن، وعقبال ان شاء الله الماتش الجاي يبقى بنفس الشكل وبنفس التناول وبنفس النتيجه باذن الله. كابتن اسامه الف مبروك، فوز مستحق النادي الاهلي واداء جيد.